نسأل أستاذة سحر كمرأة ورؤيتها يعني تغليظ العقوبة، خلونا نفهم يعني المسألة بشكل أكثر تفصيلا ونفهم ليه دلوقتي تحديدا تم يعني تغليظ العقوبة على الرغم سيادة النائب من إن هي مشكلة أزلية، هي طبعا عمالة تزداد، بس ليه اتخذتوا هذا القرار دلوقتي وبدأتوا تناقشوا تغليظ العقوبة؟ أولا يعني بننتهز الفرصة طبعا ونهنئ شعب مصر وخاصة لقائك السابق علينا يعني بمناسبة 30 يونيو وبكرة غدا 3/7، ده المكمل التاريخي لبدء الجمهورية الجديدة. وأنا بمناسبة التحرش وبمناسبة دي أنا أذكر الرأي العام بواقعة قيام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان وقتها المشير عبد الفتاح السيسي بزيارة السيدة المصرية الكريمة التي اعتدي عليها أثناء أحد الفعاليات الجماهيرية وقام وله كلمة مشهورة لما قال لها حقك علينا إحنا وحشين. ده يعبر عن مدى إنسانية هذا الرئيس، رغم أن وقتها كمان ده كان بعد أكبر من التحرش، دي كانت مقصودة لكل من ينزل ويساند، مقصودة لمعاقبة المرأة المصرية وخاصة واحنا بنتكلم على، وانا سعيد ان انا تكون يعني انا يعني بمعية وبضيافة الكاتبة العظيمة الأستاذة سحر الجعار التي يعني نسعد بمتابعة كتاباتها. الحياة كلنا دور المرأة المصرية، ولذلك حادث الاعتداء ده كان نوع من انواع معاقبة المرأة المصرية وحرمانها من انها يعني اطفاء قيد عليها في انها تشارك. وانا في رأيي ان بس عشان رسالة للجميع، الشعب المصري بروحه الجميلة بينفذ في مواجهة مصاعب بتواجهه. احنا واجهنا الإصلاح الاقتصادي في 2016 وكان له فاتورة، الشعب المصري تحملها لأنه أضحى في 30 يونيو وخرج. إيه النفسية اللي بتحكم الإنسان المصري والشعب المصري؟ هي نفس نفسية المرأة المصرية لما ابنها يزعلها فتدعي عليه، تزعل من اللي يقول أمين وقلبها يقول بعد الشر. هو ده الشعب المصري وهي دي المرأة المصرية. وحقيقة الأمر مسألة التحرش هي مسألة أزلية ومرتبطة بتاريخ البشرية في كثير من المشاهد، لكن دايما الجريمة سابقة على التشريع، وبعدين كل ما تظهر فبيبقى المجتمع يصدر تشريعاته للحد من أي ظاهرة سلبية. واحنا عندنا في مشروع قصدي قانون 58 من سنه 37 ادخل عليه تعديل في سنه قصدي رقم 50 في 2014 قرار بقانون اللي هو وقتها ما كانش فيه مجلس نواب، وتصدق عليه ما عندما انعقاد المجلس برقم قانون 50 لسنه 2014، وتم تغليظ العقوبات اللي هي بقى كان فيها 6 شهور حبس وخلافه. لكن الظاهره يعني لم يعني يتحدى منها، فلذلك تم التفكير في مشروع القانون وعرض على اللجنة التشريعية. وفي عقوبات، هو العقوبة بالمناسبة ما بين الحبس والغرامة، يعني مش الاثنين، أحد العقوبات. هو اتناقش في اللجنة وكان في تحفظ على فكرة العقوبة سواء بالحبس أو بالغرامة، لدرجة أن في بعض السادة النواب قال طب ما هو موضوع الغرامة ده يعني إذا الشاب تحرش ما هو أسرته هي اللي تدفع، فقال طيب ما هو أسرته ما ربطوش. لكن الفلسفة من وراء تغليظ العقوبة سواء بالحبس أو وبعدين أولا تحويلها من جنحة إلى جناية، طبعا ده الجوهر نفسه. ما كانش في اعتراض على مسألة تحويلها من جنحة لجناية؟ لا، هو برضك لمواجهة الجرم نفسه. هو الفلسفة بقى أن أنا أحولها من جنحة لجناية وأغلظ عقوبة الحبس أو الغرامة المالية، هو فكرة الردع. فكرة الردع، وليس المقصود به ان احنا نعاقب الناس. وبالمناسبة فكرة الغرامة المالية، لان الاتجاه رأي العام اتجاه العالم الان فكرة القيد تقييد الحرية والاتجاه الى العقوبات المادية بعيدا عن تقييد الحرية، بيكون ليها تأثير اكبر. وهنرجع نتكلم بشكل اكثر تفصيلا عن العقوبات.